مفيد أكثر إذا بدك، إن إحنا حكينا على الخصائص اللي ممكن تنطبق على حيالة دولة من الدول، إنما بلبنان في لها فائدة إضافية اليوم بأنه المصرف المركزي بيصير يقدر يعرف، أو السلطات النقدية إذا صح التعبير بيصير تقدر تعرف مين عم بيصرف ليرات وبأي حجم ولأي أغراض وبأي منطقة لأنه في سلطة مركزية عم تتحكم بهيك عملة، مش أنه عم نلجأ لعملة مشفرة ما في فوقها سلطة مركزية. وبالتالي نحن بنعرف اليوم أنه سبب أساسي من ارتفاع سعر صرف الدولار بالإضافة إلى كل العوامل الاقتصادية والمؤشرات السلبية اللي عم بيعيشها لبنان هو المضاربة على الليرة اللبنانية، بشكل بأنه أنت بتبيع كتير كميات من الليرة اللبنانية، لنقول مثلا 100 مليار ليرة 50 مليار ليرة لتشتري مقابلهم دولار، وبالتالي أنت بترجعي بتكرري هذه العملية، الأمر اللي بيخلق طلب اصطناعي على الدولار وبالتالي بيرتفع سعره. وبالتالي الليرة الرقمية اليوم بلبنان إلى أهمية مضاعفة لجهة عملية ضبط ومراقبة كيفية صرف الليرات ووين ومين عم يصرفهم لهذه الليرات ولأي أغراض، في رقابة. هل أنت عم تصرفيهم صحيح؟ في رقابة، في قواعد تنظيمية قادرين يتحكموا كيف معقول تنصرف الليرة 100%. وبالتالي هل أنت عم تصرفيها لتلبي حاجاتك المعيشية الأساسية لتشتري، ولا أنت عم تصرفيها مجرد بس لأنك تضارب بالسوق وتعلي سعر صرف الدولار؟ وهون بيصير في كنترول اكثر على العمليه النقديه بالبلد، وبالتالي قد تكون واحده من الاسباب او اللي بتخفف الضغط على الليره وارتفاع سعر صرف الدولار.